متتبعين ديالي الغانين والزوينين ديال مصطفى حنان، كيف درتوا؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كلشي مزيان؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم جيت لواحد الجرده يلاه تحلات ابن زيدون كما تشوفوها هي. يلاه جينا ليها بنضرب فيها هكا دويره، ومن بعد بغيت نصورها لكم ونشوفها كي تشوفوها كي دايره من الداخل. راه زوينه 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 البنات. راه تلاحظت في الفايت، تلاحظت في مواقع التواصل الاجتماعي بزاف بزاف بزاف. ايوا جيت نشاركها معكم اليوم باش نتوما تشوفوها، واللي بغى يجي ليها ويجيب وليداته مرحبا والف مرحبا بمدينه كادير سوس. ايوا مرحبا بالناس السوسيين والناس الشلوح والناس العرب وكلشي، مرحبا والف مرحبا. وليد خلق قناتي مرحبا بي والف مرحبا، بقاو معايا غندير لكم فيها جوله هكا وقبلوا ليا وانتم مع الفيديو من الاول حتى الاخر. كما تشوفوا جرده غزاله وزوينه يعني كبيره، مازال البنات راه كبيره كبيره بزاف. انتم معايا وغتشوفوا تبارك الله تيجيبوا فيها العافيه، غير ما باش نشد لكم في هذه الجاله الثانيه على قبلاش. كاين الدراري والامهات وداكشي وليداتهم ولا تيلعبوا، راه كتجي شويه ناقصه هادشي اللي كاين. زوينه هادي البنات، هاد الجرده هادي تقدروا ديروا فيها لاباس سبور، تجو ديروا فيها سبور، تجو ديروا فيها تلعبوا، يلعبوا فيها الوليدات ديالكم، يعني اي حاجه زوينه 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 بزاف هاد الجرده هادي. انا اول مره غنجي ليها ما شتات فتحات وادي، وقلت علاش ما نجيش ندير معكم واحد الجوله هنايا. ايوا هادشي اللي كاين، يعني اي حاجه جديده واي حاجه بتنبين نوريها لكم ونشاركها معكم، ما تنبغي نبخل عليكم حتى حاجه، حتى نتوما ما تبخلوش عليا بلا واحد لايك واشتراك كومونتير وبارطاج مع الاهل والاحباب. ايوا هادشي اللي كاين. تعاونوا معايا الله يجزيكم بخير، ما تنساوش تدعموني، محتاجه الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم، الله يحفظكم ليا. وشكرا للناس اللي تيدخلوا عندي وتخليوا لي كومونتيرات تفرحني، شكرا بزاف 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 بزاف، ربي يحفظكم ليا. ترى هاد المره نجيبو لك اجي نصور هذا، صور هنا شي كتبين هنا شنو هو. أرين بينا حنا ريحنا هنا في واحد الليله بينا نتسرحوا شويه ومن بعد نكمل لكم ان شاء الله التصوير، نوريكم المناظر. والله الا كاين واحد البريد زوين، واحد البريد زوين وهاد المناظر واد. والله يا البنات اللي كتفتح الشهيه احق الله الا كتفتح الشهيه. عندي لا كونيكسيون شنطك نو واخ. صورت ليا شديتك تلقاي راسكم في اليوتيوب.
نصور ونشوف قدامي ونجيب الربحه. والله لا ما نجيب الربحه. والله الا زوين هنايا بارد خصها شي بريد يدير اتاي. اه يتهدى الاعصاب ويجي هنايا. شوفوا المشاهدين ديالي اللي باغي يهدى الاعصاب يجي هنا لهاد الجرده، راه فنه وزوينه ورائعه رائعه رائعه. هذه شي حاجه جديده حطيت عليكم وصفه حنان. ايوا شفتوا على الخرجات شنو هي؟ جات لك هذيك الحقنه تاع الوصفه. لا راه درتها في وصفه حنان. هذا الفيديو ان شاء الله نحطوه في وصفه حنان. واحد النفر غنمشي نصورها انا اليوم في بالي النفر غنمشي اليوم. كما تشوفوا يا المتابعين ديالي، شوفوا انا يعني شديتها لكم كل هالجرده، شديتها لكم من الاول حتى الاخر، من الفوق حتى الاخر باش تشوفوا. كما كتشوفوا راه زوينه 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 ورائعه هاد الجريده هذه. صورت صفت هذه تصورت صورت ليا شديتك تلقاي راسكم في اليوتيوب. يلا نوض لا غير الشوري هذه تنضغط والو
شوفوا البنات على واحد المنظر هنا كيرش الماء. نمشي نصور تما كنتقابل مع ملايين الزملاء اليوم، بغيتي نوقف باش نزملاء.